رتب رمضانك، أشبك الاثنين تصبح إيش هذا البرنامج الذي نحن فيه في هذه اللحظات السعيدة. فننتقل إلى مرحلة عمرية أعلى ومرحلة متقدمة من الأداء إلى أبي مريم. يعني حلمي حول رمضان إنه إحنا نصوم رمضان الفعلي بهدوءه وسكينته، بابتسامته الحلوة. وكلما ضمئت كلما ارتويت من معرفة الله سبحانه وتعالى. قرأت عن البوذية عندما يصومون، وعندهم الصوم صوم شديد، فيصوموا حتى درجة من درجات السكينة العالية. في النهار طيط البواري والإشارات الزحمة ولا سر السمبوسك، سر السمبوسك والفول، ولكن غير البوذي تجد في سكينة وهو يحاول أن يمارس صومه. هذا المسيحي يتوقف عن الأشياء ذوات الأرواح، يعني نباتي. تجده كي يجيب صحن سلطة، يروح على مكان شيك، صحن سلطة يعني صغير، يعني ما يفتحها على البحر، مش أوبن بوفيه. أجيب الصحن وأقرأ معه كتاب. يعني رمضان أتعجب إنه شهر القرآن وإقرأ. ما كانت صم، ما كانت صلي، ما كانت زكي، إقرأ. إقرأ أي تعلم. إذن إذن هي دعوة. رمضان هو دعوة للعلم، مش بس القراءة، أي بحث معرفي، أي بحث معرفي. يصير أفضل بيئة له رمضان، حتى لو جلسات حوارية بالشباب بينا وبين بعض. حمل شلة، اطلعوا اطعموا سحور، وشغلوا طاقة السيارة بكل واحد يسمعنا من آيات القرآن الكريم بصوته، حتى وإن كان ركيك، حتى وإن كان لا يجيد التجويد، شغل الله يتقبلها. أيوة. تحلم بشلل، شلل بس تكون مختلفة المضمون. نعم، يعني يطلعوا رحلات يزوروا الأماكن. نعم. هذه اللي فيها الأحداث. يعني رمضان يستخدم الفن فيه. إحنا ما بنقول إنه رمضان لا يستخدم فيه المتعة والترفيه. رفه رفه الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نرفه، ولكن لكل شيء يعني مقامه. أيوة. يعني